الجرنان يعني يا نادي هيبقى فين؟ ليه بس الغلط ده؟ ماشي يا ستي، حاضر حاضر. وحشتك ولا ايه؟ طيب حاضر، عايز حاجة ولا جاي؟ ماشي يلا باي. حلو ايه يا لول، مش مروح ولا ايه؟ لسه بشوف حوار فتح العسل ده. هو الريس لبسك في السكة دي؟ شيل بقى يا معلم، كلنا شيلنا. اشيل ايه؟ الجورنال يا صاحبي عشان يشتغل لازم له فلوس، والكلمتين الحلوين اللي بنكتبهم بحق فتحي واصحابه هم دول اللي بيجيبوا للجورنال الفلوس، واي حد جديد يجي يشتغل هنا لازم الرئيس يديله ختم المحبة، يعني يخليه يشتغل بقلم نضيف عشان خاطر الناس دي. وانت وش جديد فريش هتستنفع لك من ورا فتح المقالة ولا اتنين، بس في النهاية الرئيس هيشدك من قفاك. اقول لك نصيحة من واحد مجرب، اكسب فتح العسال، انت اكيد هتقابله، بس لما تقابله حسسه انك كل حاجة، ان انت اللي جاي. ساعتها فتحي لما يعوز الجورنال مش هيكلم جلال، هيكلمك انت. فهمت يا صاحبي؟ افهم بقى. معلش اتأخرت عليك. لا لا أبدا يا فندم. وجبتك بدري كده على الصبح. لا خالص، ده أنا قاعد أبص على الخضار ده، يعني إن شاء الله ربنا يهديك. ربنا يخليك يا سيدي. أنا والله مكسوف منك وما حقوقك. أول مقابلة دي كانت لازم تكون عندي في المكتب في الشركة. بس أعمل إيه بقى في صاحبك يا سيدي؟ أول ما قال لي إنك لسه جديد عنده قلت لازم أجيبك تعاين بنفسك. عارف علاء؟ وأنا صغير لما كنت باجي هنا مع أبويا كنت ببقى مبسوط، مبسوط أوي. وفخور بأبويا. بقول ياه كل دي مزارع بتاعتنا. دي ملهاش أول من آخر. بس لما كبرت بقى قلت المزارع دي مش كفاية، وعمرها ما هتكون كفاية، لازم نكبر، نكبر قوي عشان اسمنا كمان في السوق يبقى كبير قوي. ومن هنا جت المنافسة بيننا وبين السوق. بس انت ما شاء الله شكلك صغير زي ما توقعت، يعني الفرق بيننا في السن مش كبير، يعني يمكن انا اكبر شوية، حاجة بسيطة. وانا بحب البني ادم الطبيعي، وانت ما شاء الله باين عليك ذكي. على فكرة جلال صاحبي، صاحبي فوق ما تتخيل، وعارف ان اللي كتب المقال بتاع هشام ومحي زنون مش هو، انت اللي كتبته مش كده؟ استاذ جلال بس كان خايف يكتب اسمي عشان يعني يحميني. قلمك حلو ما شاء الله. على فكره انا عندي هنا فلاحين بيعملوا شاي على الحطب، ما حصلش جربته؟ لا. فتحي بيه، انا عندي بس فكره، انا مش عايز مقالي مع حضرتك يبقى مقال كده يتقري يوم وتنسي الاسبوع اللي بعده. واضح ان رحله حضرتك في السوق رحله تقيله، ف مش مذكرات بمعنى مذكرات، حضرتك لسه شاب ما شاء الله، لا هو يعني مختصره، مذكرات مختصره عن رحله حضرتك في السوق
نقعد قعدتين ثلاثة أربعة. أنا هكتب وحضرتك تراجع ورايا واللي تشوفه. مش بقول لك زكي وشكل دماغك هتعجبني. أنا تحت أمرك نعم. سيدي بيسيبك بقى من تحت أمرك ويا فندم والكلام ده. تشرب شاي أخضر وشاي على الحطب ولا تكونش مائي زي صاحبك.